ولا ايه؟ يوم كده ويوم كده وادي همش، هنعمل ايه؟ يوم فيه يوم ما فيش، وادي هم مشينا زق. بتصرف عليهم من الكرتون وال وكده. طب ومعايا بنت تخش بعد العيد بس لسه ما جهزتهاش. معاكي بنت خطباها يعني مخطوبة؟ لسه جوايا خطيبة، عمال ازاي تخيلني وعايز يفكها عشان ما جبتلهاش جهاز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، دي أول ظهور لوالدة فرحة. طب والدهم شغال ايه؟ أبوهم شغال ايه؟ ابوهم تعبان ما بيشتغلش، نايم. وانتي اللي بتشتغلي انا اللي وبتصرفي على بشتغل البيت. بس عشان فرح. وفرحة بتشتغل، بتساعدك ازاي يعني؟ بتلم معايا في الزبالة، بتسيبها في مقلب وبتلم بتلم بتلم وانا بلف بالعربية، يعني انت جايب لها بتلفي غير لوجو، جايب لها لوجو. زي ما حضراتكم شايفين، ودي العربية اللي بيلموا من عليها شغالة بالإيجار، كل شهر بندفع لها. بالإيجار. طب و طب تعالي ورينا مع البيت، تعال تعالي معايا ورينا البيت. زي ما حضراتكم شايفين، دي الأوضة اللي عايشة فيها فرحة ووالدتها، هي أوضة واحدة. زي ما حضراتكم شايفين، الأوضة دي عايشين فيها 6 أفراد ووالدتهم. زي ما حضراتكم شايفين، أدي الأوضة ومحتويات الأوضة والبيت اللي عايشين فيه. ده بيتكم؟ لا ده مأجري. وزي ما حضراتكم شايفين، ده سقف. طبعا ده سقف بالعجين زي ما حضراتكم شايفين. ووالدتها، طب بكلمينا انت، معاكي اطفالك بقى، اولادك. ولادك عندهم كام سنة؟ الكبير عنده دي كام عندها 7 سنين، دول توأم، دول واد وبنت وفرحة، وده الكبير بتاعها، والبنت المخطوب. وبنت مخطوب دي اللي لسه ما جهزتهاش، متلاش حاجة، متلاش ولا طبق. وخطيب عايز يسيبها عشان خطيب عايز يسيبها عشان ما جهز. جهزتهاش. طب وعلى كده انتوا عايشين منين يعني؟ عايشين من الزبالة. دي زي ما حضراتكم شايفين البيت اللي عايشة فيه فرحة، ومعانا فرحة. ايه ازيك يا فرحة؟ انت مكسوفة ليه؟ كلميني كده، نفسك في ايه؟ علي صوتك كده، علي صوتك، سمعي الناس. الناس عايزة تسمعك. عايزين ننضف وبالينا زي الناس، عايزين ننضف زي الناس. طبعا. ودي اللي لبسها الجديد بعد حزب مستقبل الوطن، ما جاب لها لبس العيد. طبعا. والناس طبعا شغلها، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي شغلهم طبعا الصورة اللي اتصورتها فرحة في أول يوم العيد، وهي بتنظر بحسرة للأطفال بعد أن يعني ما جالهاش لبس العيد. وكلميني بقى، كلميني، أنت نفسك في إيه وعايزة إيه؟ نفسي في والله، نفسنا زي الناس، نفسي زي الناس. أنت عايزة يعني نفسك تتعلمي وتخشي مدرسة؟ نفسك تدخلي مدرسة؟ لا، أقول نفسي أنا أقعد كده مع أخواتي وبابا، حتى من ضيف، إحنا قاعدين كده في الزبالة. نفسي أقعد أروح مع أخواتي، قاعدين في الزبالة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، أدي فرحة. طبعا و دي العربية اللي بتشتغل فيها مع والدتها وبتلم القمامة زي ما حضراتكم شايفين. وده البيت اللي هم عايشين فيه بالإيجار.